اهلا بكم. اعلنت وزاره الدفاع الروسيه ان القوات الامريكيه استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب ابان احتلال العراق عام 2003، كاشفه عن نتيجه استخدام هذه الاسلحه على الشعب العراقي وتبعاته الخطيره، حيث كشفت التقارير الدوليه ان هذه الاسلحه المحرمه دوليا خلفت معدلات سرطان مرتفعه في العراق. وقد ذكرت الجارديان البريطانيه أن الهجوم الأمريكي على العراق عام 2003 واحتلاله خلف إرثاً مسموماً أكثر سوءاً من القصف النووي على هيروشيما اليابانية. تقارير ودراسات علمية ذكرت أن الإصابة بسرطان الدم في هيروشيما بلغت بنسبة 660% خلال 12 سنة، بينما في العراق بلغت 2200% بنصف المدة الزمنية، أي خلال 5 إلى 10 سنوات، حيث يشكو المرضى العراقيون من عدم تمكنهم من الحصول على دور بسبب عدم كفايات العيادات فالمستشفيات كلها مكتظة. المستشفى الوطني للأورام السرطانية في النجف على سبيل المثال يواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع أعداد المرضى، بينما يشتكي العراقيون من ارتفاع أسعار أدوية علاج أمراض السرطان. نتساءل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، لماذا يدفع العراقيون ثمنا باهظا تمتد آثاره الكارثية إلى الأجيال القادمة، ولماذا تستهدف أجيال العراق؟ سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب. أستاذ يحيى، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام. أهلا بكم أستاذ يحيى، وأرحب أيضا بالدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق، ضيفي عبر سكايب. دكتور فاروق، مرحبا بك. أهلا. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير في البداية ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يمثل الهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتي هيروشيما وناكازاكي عام 1945 أحد أسوأ الجرائم في تاريخ البشرية، إلا أن الهجوم الأمريكي على العراق الذي بدأ قبل 20 سنة خلف إرثاً مسموماً أكثر سوءاً من القصف النووي على مدينة هيروشيما اليابانية، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية. تقارير ودراسات علمية ذكرت أن الإصابة بسرطان الدم في هيروشيما ازدادت بنسبة مدمرة بلغت 660% بعد مرور 12 إلى 13 سنة على التفجير النووي، وهو الفترة الزمنية التي تبلغ فيها مستويات الإشعاع ذروتها. في المقابل فإن نسبة الإصابة بسرطان الدم في مدينة الفلوجة ازدادت بنسبة 2200% بمتوسط 5 إلى 10 سنوات فقط بعد القصف الأمريكي للمدينة، فضلاً عن وجود زيادة بنسبة 1260% في معدلات الإصابة بالسرطان بين الأطفال، إلى جانب وجود زيادة بنسبة 740% في الإصابات بأورام المخ، بحسب تقرير جامعة أوليستر الأيرلندية المدعوم بالأدلة والبيانات، والتي خلصت إلى أن الأرقام تثبت أن إشعاع هيروشيما ترك تأثيراً أقل على الصحة من غزو العراق. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأمريكية استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب، كاشفة عن نتيجة استخدام هذا السلاح على الشعب العراقي وتبعاته الخطيرة. من جانب آخر، فإنه مع تلك النسب العالية في الإصابة بالسرطان لا يجد المرضى الرعاية الكافية على مستوى المراكز والأدوية بسبب الأعداد الكبيرة التي تأتي من مختلف المحافظات، فضلاً عن الإهمال الحكومي الواضح مما يفاقم معاناة المرضى. كل إبرة أخذها 2 مليون دينار، وكل فايدة ما بيها للعلاج، ومواطن تعبان ومحافظات، والمليونين كلش هواية. أنا مشتري هاي الإبرة، أكل سبران يعرفون هي الاختصاص. هاي 110,000 دينار، الإبرتين هسا اشتريتهن 220. وين وزارة الصحة؟ وين وزير الصحة اللي يقول العلاج متوفر؟ العراقيون يدفعون ثمنا باهظا تمتد آثاره الكارثية إلى الأجيال القادمة،
نتيجة للغزو الأمريكي الذي كان يرفع شعارات الحرية والديمقراطية، فيما حمل في حقيقته الدمار بكل أنواعه، فضلاً عن تنصيب حكومات تخدم مصالح الاحتلالين الأمريكي والإيراني. بداية أرحب مرة أخرى بالأستاذ يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ يحيى، أبدأ معك سؤالي، يعني عندما يبشر الأمريكيون العالم بتصدير الديمقراطية إلى العراق ب300 طن من اليورانيوم المنظم بحسب ما جاء في وزارة في إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن هذا الرقم 300 طن من اليورانيوم المنظم هو ما قامت بإلقائه أمريكا عندما غزت العراق عام 2003، هكذا ينشرون الديمقراطية؟ أخي الكريم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين مرة أخرى. الأمريكان جعلوا حجة الديمقراطية بعد أن سقطت الحجج الأخرى التي سوقوها في البداية بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، وأمريكا قد حسمت أمرها بتدمير العراق وجاءت بحرب إبادة ضد العراق، وهذا أصبح معروف من خلال استخدام الأسلحة المحرمة ومن استخدام القوة ومضاعفات القوة أمام بلد قد فرضت عليه الحصار طوال 13 عاما، وقبل ذلك كان قد خاض حربين في الخليج استمرت ما يقرب إلى الأولى 8 سنوات، والأخرى أيضا كانت لفترة أشهر أو أقل من سنة. لذلك الأمريكان جاءوا بهذه الأسلحة المحرمة بقصد وبتعمد لإبادة شعب بأكمله، لذلك هم اختاروا من العراقيين من حددوا بأن هؤلاء هم العدو، لذلك قد جاءوا بهذه القوة من أجل حسم المعركة لصالحهم ووفق منظورهم دون إعطاء أي أو اتخاذ أي كلام تجاه المجتمع الدولي أو الضمير الإنساني أو الخلق أو حتى الأديان السماوية، لذلك قاموا بهذا العمل الفظيع وهذا معروف. بعد ذلك تحدثوا عن وجود أنهم يريدون إقامة نظام ديمقراطي على أسس أمريكية وأنه سيكون النموذج للشرق الأوسط، وقد شاهدنا هذا النموذج الذي استند إلى بحور من الدم وإلى الفوضى وإلى مشاريع الفساد الكبرى التي أوصلت العراق إلى ما أوصلت إليه. ومن دون أن تعلن وزارة الدفاع الروسية عن هذا الكم من الأطنان، فهذا معروف لدى العراقيين، وابتدأ ذلك في مدينة سواء في معركة المطار الأولى وفي المدن الأخرى التي دخلت فيها القوات الأمريكية وحسمت المعركة لصالحها من خلال استخدام الأسلحة المحرمة ابتداء من أم قصر. لذلك فالأمريكان معروفين باستخدام هذه القوة الإجرامية من أجل حسم مواقفهم، سواء ابتدأت ذلك في هيروشيما أو غيرها من الحروب التي دخلتها في فيتنام. لعل ما كان قبل هيروشيما ربما الهنود الحمر عندما أبيد شعب كامل. نعم أبيد شعبا بأكمله في أمريكا، وأقامت حضارتها على جماجم أهل البلاد الأصليين، وتقيم الآن حضارتها من دخان المصانع ومن الأسلحة المحرمة ومن قتل الأبرياء للاستحواذ سواء على ثرواتهم أو لتحطيم أمة أو دولة تعتبر هي عند هذه السند القوي لأمة. نعم. نقف عند هذه النقطة أستاذ يحيى السنبول، إذا سمحت لي أنتقل للأستاذ. نعم. الدكتور فاروق الفتيان الراوي. دكتور فاروق، المستهدف، هل الأمة مستهدفة أم الشعب مستهدف أم النظام هو المستهدف أم أجيال العراق هي المستهدفة عندما يتم إلقاء أكثر من 300 طن
من اليورانيوم المنظم تحت لافتة نقل أو نشر الديمقراطية في العراق؟ في البداية تحياتي لك أخي العزيز وإلى مشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة أن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا بالنسبة للولايات المتحدة كما ذكر ضيفك بدأت سواء يعني في بعد يعني في القرن العشرين وما بعد الحرب في الحرب العالمية الأولى أو الثانية من بعد هيروشيما استخدمت في فيتنام وفي كمبوديا أسلحة دمار شامل، واستخدمت في أفغانستان، واستخدمت في العراق، استخدمت في العراق الحقيقة في عام 90 وفي 91، واستخدمت في العراق خلال ما يسمى بالحظر الجوي، استخدمت نوعيات من الأسلحة لتدمير المصانع وتدمير الكثير من الأمور في داخل العراق. نعم، الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو تدمير الأمة بكاملها، وعندما يظهر أي رأس في هذه الأمة ليقود الأمة إلى طريقها الصحيح وإلى أن تكون أمة فاعلة ما بين الأمم في العالم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية. فشاهدنا في الخمسينيات التآمر على عبد الناصر في مصر وعلى الكثير من الأنظمة الأحزاب والقوى الوطنية العربية، ونفس العملية عملية اغتيال القادة. والعراق تعرض منذ السبعينات منذ بعد تأميم النفط سواء استخدام العملاء في التآمر أو استخدام حركات انفصالية أو استخدام طرق كثيرة، ومنها الحرب العراقية، الحرب الإيرانية العراقية، العدوان الإيراني على العراق، وكنا شرحنا أكثر من مرة كيف استغل خميني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الأمريكية للدفع بتدمير العراق. نعم، العراق كان يمثل رأس الحربة للأمة العربية في تلك المرحلة، ولذلك كان الهدف في تدميره، وما زال الحقيقة الخوف من عودة العراق إلى وضع الطبيعي، ولذلك التآمر مستمر. وحتى الانتفاضة التي بدأت عام نهاية ما الذي يجعلهم يخافون ويرتعبون عندما يتم إلقاء هذا الكم من القنابل من اليورانيوم المنظم؟ هل العلوم المتطورة؟ هل الصناعات العسكرية؟ هل الصناعات المدنية في تلك الفترة؟ ما الذي جعلهم يخططون لتدمير العراق على هذا النحو دونا عن باقي الدول؟ باعتقادي كما ذكرت أنه العراق دائما في المنظور التاريخي وفي المنظور الديني وفي المنظور السياسي يمثل نقطة ارتكاز في المنطقة، ليس فقط في المنطقة العربية وإنما في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا بكاملها. العراق إذا أخذنا من الناحية بلد الحضارة وبلد بلد العلوم وبلد التكنولوجيا، والعراق الآن من خلال الاستكشافات اللي جرت هو البلد الوحيد الذي يمكن أن يستمر في إنتاج النفط إلى آخر برميل في العالم سيظهر من هذه الأرض. إذن العراق مستهدف لخيراته، لعلمائه، لرجالاته، لدورة تاريخي في العالم. عندما ينهض العراق تنهض الأمة، وعندما يموت العراق تموت الأمة. وما نلاحظ على الأمة وما يجري على الأمة في المرحلة الحالية اللاحظة، نعم لا يوجد الآن، لا يوجد، عقد مؤتمر قمة عربي قبل أيام في جدة، ماذا قدم هذا المؤتمر لهذه الأمة؟ ماذا قدم للاجئين في سوريا؟ ماذا قدم للاجئين في العراق؟ ماذا قدم للنازحين في السودان، في ليبيا؟ في إذن العراق مؤتمر قمة 79 كان مؤتمر لعب دور أساسي في التصدي إلى المرحلة اللي قادها في تلك المرحلة أنور السادات للتحرك للاعتراف بالكيان الصهيوني. تصدى عام 90 في مؤتمر قمة بغداد للمشروع الأمريكي، واللي بوقتها كان حسني مبارك يقود هذه المرحلة من أجل
التأكيد على فرض الحلول، ما يسمى السلمية، وإجوا الآن بمثل ما ذكر زميلك أنه تحت شعار الديمقراطية وتطبيق الديمقراطية وامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وكل هذه ظهرت أنه افتراء، أنه العراق لم يكن يمتلك. عند نقطة مهمة ذكرتها دكتور فاروق، وهي العلوم والمعرفة والتعليم. العراق سنة 89 أو 79 يفتخر بأنه ليس فيه أي أمي. الآن بعد الاحتلال، بعد عام 2003، أستاذ اسمح لي أنتقل للأستاذ يحيى السنبل. أستاذ يحيى، يعني بعد 2003 المناهج في العراق تغيرت، هناك انحدار كبير في مستوى التعليم، سواء كان التعليم الأساسي أو التعليم العالي وما بينهما. المناهج متغيرة، يعني غالبا ما يكون أو متخذ هذه المناهج أسلوب طائفي بعيد عن الأسلوب العلمي. سياسة التجهيل، هل ممكن اعتبارها من آثار الحرب على العراق؟ ولها أهداف ولها غايات، هل ذكرتها لنا؟ أخي الكريم، سياسة التجهيل ومحاربة العلماء ومحاولة القضاء عليهم هو منهج الاحتلال في الدخول. الاحتلال جاء لإبادة كل شيء على أرض العراق، وهو يستهدف الإنسان العراقي ويستهدف الجيل المتعلم، لتظهر بعد هذا الجيل أجيال جاهلة غير قادرة على مواكبة لا العلوم في الأمم الأخرى ولا مواكبة التقدم أو التطور في الدول الأخرى. لذلك العراق عندما أحرز في السبعينات التقدم في مجال التعليم وأصبح بمستوى الدول الإسكندنافية، الآن بعد 2003 العراق لا يعد أبدا في منظومة التعليم العالمي، وحتى قبل أيام لا يعترف حتى بشهاداته الطبية إلا بعد أن يذهب طالب الطب للامتحان في المملكة الأردنية أو دول أخرى ليحصل على شهادة يمكن أن يعترف بها، وذلك بسبب هذه السياسة العمياء. نعم، الأمريكان وضعوا مخطط أن يكون الحكم طائفي تحت مسميات وتحت أساليب، مع الأسف هي مكشوفة للعالم أجمع، ولكن يراد تسويقها على أنها ديمقراطية، مثلما جاءوا بالانتخابات الأولى بما تسمى القائمة المغلقة، وهو أن يكون الرقم أول هو أحد الجواسيس الذين جاءوا بركاب الاحتلال، ومن ثم الأعداد الأخيرة تكون من أبناء العراق الذين غرر بهم ودخلوا في هذه الانتخابات، وعندما يحصدون الأرقام تعطى إلى الرقم الأول والثاني والثالث من هؤلاء العملاء من أجل تشكيل مجلس وإصدار قوانين على مقاساتهم من أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية وأجندة الاحتلال في البلاد. لذلك عملية اغتيال العلماء والمفكرين وتدمير التعليم هو الأساس الأول في المنهج الأمريكي لتدمير العراق. نعم، العراق عام 2003 أول خطوة في مسار الاحتلال كانت اغتيال العلماء. نعم، لذلك تم اغتيال العلماء وتم اغتيال المفكرين وتم اغتيال القادة والطيارين والضباط الكبار وكل ركيزة وكل مكمن من مكامن القوة للمجتمع العراقي، تم تدميره أو إفراغه من مكامن قوته. لذلك الاحتلال يعمل بمنهجية واضحة للتدمير، لذلك عندما استخدم أسلحة التدمير الشامل أو الأسلحة المحرمة واليورانيوم المنظم، وما زلنا إلى هذا اليوم نعاني من مئات أو عشرات الآلاف من الإصابات التي لم تحتويهم المستشفيات مطلقا. يعني هناك حتى مستشفيات فتحت في مناطق أخرى، في أربيل، في السليمانية، في بغداد، لم تعد كافية
لعلاج السرطانات، بل اذهب الآن إلى مستشفيات في الهند تراها مزدحمة من العراقيين، اذهب إلى مستشفيات في عمان تراها مزدحمة من العراقيين، في تركيا، في أنقرة، في إسطنبول، في كثير من المناطق. فإذا هذا العمل هو ممنهج، وأمريكا قد رأت بأن ليس هناك من حساب، لأن الأمم المتحدة ومنظماتها ومكاتبها ما هي إلا مكتب صغير يدار في وزارة الخارجية الأمريكية، لا ينظر إلى بأي نظرة لا إنسانية ولا قانونية ولا إخلاقية تجاه ما جرى لشعب العراق. ولذلك أمريكا أمنت من أنها سوف لن تحاسب في ظل هذه الظروف، لذلك ارتكبت هذه الجرائم الكبيرة بحق العراقيين، ومن ثم نفذت برامجها الأخرى في اغتيال وقتل العلماء والأطباء والمفكرين والطيارين كما أسلفت قبل قليل. أستاذ يحيى، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور فاروق، البصمات واضحة، العراقيون يتهمون إيران في ما يجري في العراق، يا ترى كيف تصف الدور الإيراني من حيث آثار الاحتلال الأمريكي، حيث رعى النظام الإيراني كما هو معلوم عملية سياسية وصفها العراقيون أنها أكبر قنبلة نووية رمت بها أمريكا في العراق بعد عام 2003؟ كما ذكرت قبل قليل أنه الولايات المتحدة الأمريكية استغلت واستخدمت إيران وخميني لشن عدوانها على العراق عام 80، ولذلك العدوان الإيراني لم يتوقف، سواء بعد وقف إطلاق النار عام 88 استمر العداء الإيراني للعراق. ولذلك عندما سنحت الفرصة إلى إيران عام 91 ما سمي بمنطقة بمسألة الغوغاء، شاهدنا كيف حاول ما يسمى بالحرس الثوري الهجوم على العراق، تدمير المصانع، تدمير المدارس، سرقة الكثير من الأمور، أغلب المحافظات الجنوبية تعرضت إلى التدمير، إلى الدمار الشامل عام 91. ولذلك إيران، نعم، الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول فتحت الحدود وسمحت لما يسمى ب يعني التوجهات الدينية أو الجهات الدينية أو الأحزاب الدينية التي كانت مقيمة في إيران التوجه إلى العراق، ومنحتهم كامل الصلاحيات والامتيازات، وبدأت في مجلس أول مجلس الحكم كان لهم دور بارز. وإذا إيران أخذت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا زالت الأحزاب التابعة لإيران تنفذ مخططات إيران داخل العراق تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية وتحت حماية القوات الأمريكية، سواء كانت في الموصل أو في الأنبار أو في تكريت أو في منطقة ديالة. الكثير من الجرائم التي ارتكبت من قبل الميليشيات الشيعية سواء كانت العراقية أو الإيرانية هي تجري تحت أنظار القوات الأمريكية، ولم تتصدى القوات الأمريكية لأي من هذه الميليشيات في توسعها وفي الانتقال ليس فقط في العراق وإنما الانتقال إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان. إذن أصبح دكتور بالتأكيد من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط، مشروع كبير وظاهر ومشروع نستطيع القول بأنه تصدر وتربع موضوع المشروع الأمريكي والإيراني في العراق، وهو المشروع التغيير الديموغرافي في المدن، فوضى السلاح، نشر الميليشيات، كل أدوات من أجل تحقيق هذا المشروع. نعم تفضل. فقط فيما يتعلق بالتعليم، الحقيقة العراق يعني استطاع من خلال سن قوانين في بداية السبعينيات ما يسمى قانون
الكفاءات هذا القانون الحقيقة سمح لعودة الكثير من الكفاءات العراقية، فتح العديد من الجامعات العراقية، وصلنا عام 1980 إلى اكتفاء شبه اكتفاء كامل بال. نعم دكتور فاروق، إذا نتحول بالسؤال للأستاذ يحيى السنبول إلى أن يتم تأمين الاتصال بشكل أفضل مع دكتور فاروق فتيان الراوي. أستاذ يحيى، نشر الميليشيات فوضى السلاح في العراق ضمن المشروع الديموغرافي في المدن إلى الآن هو قائم، إلى أي مدى ترى أنه قد حقق أهدافه المشتركة في إطار التخادم الإيراني الأمريكي ونحن نتحدث عن آثار الاحتلال الأمريكي؟ ما قامت به سواء إيران أو ميليشياتها من أي أعمال إجرامية في العراق كان كله بضوء أخضر أمريكي وبمباركة أمريكية، وما زال الأمريكان إلى حد هذه الساعة يدعمون هذا التوجه الميليشياوي في العراق رغم ما يصدر من تصريحات من هنا وهناك، لكنها لذر الرماد في العيون. فأصبحت الميليشيات اليوم هي البديل للقوى الرسمية كالجيش والشرطة، وهو ما يراد للمنطقة بأسرها وليس فقط للعراق. إذن هذا عمل ممنهج وتخادم واضح ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإغراق المنطقة بحالة من الفوضى والسلاح المنفلت وحالة التغيير الديموغرافي. فعمليات القتل التي طالت مكونات معينة في العراق واليمن وسوريا وبدلت حتى وجه السياسة في المنطقة، هذا هو هدف المشروع الأمريكي الذي جاء به الاحتلال واستخدم له مضاعفات القوة والأسلحة المحرمة لإبادة الشعب العراقي وإبادة شعوب المنطقة. لذلك فالميليشيات تتحرك وفق مخطط مدروس لإحداث تغييرات ديموغرافية في مناطق معينة تربط إيران بساحل البحر الأبيض المتوسط وتحقق ما تريده إيران سابقاً كانت تسميه بالهلال الشيعي، ولكن الآن قد اكتمل البدر الشيعي بسبب رضوخ كثير من هذه الأنظمة التي كانت تقول بأنها تتصدى لهذا المشروع، ولكن تبين أنها كانت تختلف على ملفات بسيطة لا قيمة لها مع إيران، وإنها تساند هذا المشروع وتقف إلى جانبه. لذلك رموا لهذا النظام الإيراني الذي كان يواجه تظاهرات كبيرة في مدنه، قد رموا له طوق النجاة للخروج من المأزق الذي هو فيه، وأصبحت إيران اليوم تعلن بكل وقاحة وصراحة بأنها تملك مدن سواء داخل العراق أو في مناطق أخرى، وإنها تريد تعويض عن مواقفها باعتبار هذه المدينة هي مدينة إيرانية وليست عراقية وليست عربية، وتهجر سكانها أمام مرأى القوات الأمريكية التي تدعي بأنها المسيطر على هذا المشروع أو إنها المسيطر على هذا الواقع الذي يعيشه العراقيون. لكن الذي يظهر، نعم، إن إيران مشروعها قد تغلب على المشروع الأمريكي. كانوا الناس يتصورون بأن إيران هي أداة للأمريكان، ولكن تبين الآن بعد 20 عاماً بأن إيران استطاعت أن تروض الولايات المتحدة وتجعلها أداة لها لتحقيق مشروعها، وما زال هذا المشروع يخدم التوجهات الأمريكية في المنطقة من حيث الإبادة والتغيير الديموغرافي ومن السيطرة على مواقع مهمة واستراتيجية في هذه الدول. فهذا لا يتقاطع مع الاستراتيجية الأمريكية التي جاءت لإبادة هذه المنطقة والسيطرة على مقدراتها واستهداف الأمة واستهداف هذه المنطقة الحيوية من العالم. نعم أستاذ يحيى. دكتور فاروق، شهد العراق بعد عام 2003 انهيارا تاما في الاقتصاد، انهيارا تاما في البنى التحتية، في القطاع الكهرباء، في قطاع الطاقة،
في دخل المواطن، ارتفاع معدلات الفقر، ارتفاع معدلات انعدام الوظيفة، يعني تظاهرات شعبية اندلعت في أكثر من سنة، تظاهرات طلابية. المواطن العراقي يريد حلولا ناجعة، في حين أنه لا يوجد حل سوى هذا النظام القائم على المحاصصة الطائفية والعرقية الذي لم يقدم خيرا قط للعراقيين. أردتم أن تقولوا شيئا عن موضوع التعليم دكتور، تفضلوا. ولكن أين أيضا أسألك عن موضوع الآن المواطن العراقي وهو ينظر إلى الانهيار الاقتصادي في العراق ويضيق الخناق عليه بعد 20 سنة من الاحتلال، كيف ينظر إلى الحكومات التي نصبها المحتل الأمريكي في إطار الفوضى الخلاقة؟ نعم، الحقيقة أردت فقط أشير إلى أنه النظام التعليمي في العراق بدأ بعد 1975 في خطة استراتيجية من خلال إصدار قانون الكفاءات، من خلال إصدار عودة الكفاءات العلمية إلى العراق، من خلال إرسال أكثر من 10,000 بعثة خلال 3 سنوات إلى مختلف دول العالم وبمختلف الاختصاصات، يعني العلمية والفكرية والقانونية. وفعلا أصبح العراق مكتفي اكتفاء ذاتي في التعليم، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندما تهدف تدمير العراق طرح المقبور أحمد الجلبي، قال حاولنا أنه كيف ممكن أن نتصدى إلى هذا الكم الهائل من الأساتذة والعلماء والمفكرين، فورد إلى ذهننا مسألة قانون اجتثاث البعث، لأنه من خلال هذا القانون ليس اجتثاث الحزب وإنما اجتثاث الكفاءات العلمية، لأن أغلب هذه الكفاءات سواء كان في قطاع الصناعة في قطاع التعليم هي تنتمي إلى، في سواء أردنا أو لم نرد، في تلك المرحلة كانوا منتمين في صفوف الحزب. فمن خلال هذا القانون أفرغوا الدولة العراقية من كل الكفاءات العلمية بحدود 530,000 وظيفة خسرها العراقيين. ولذلك بعد 2003 نعم أصبح عملية التدمير في مختلف القطاعات، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، أغلقوا المصانع، سمحوا للعصابات والمهربين والميليشيات بسرقة، يعني أبسط مثال إذا أردنا نذكر مصفى بيجي، مصفى بيجي كان يعتبر أكبر مصفى في المنطقة بأسرها، وكان العراق يكتفي اكتفاء ذاتي ويعمل على تصدير قسم من منتجات هذا المصفى. هذا المصفى فكك تحت أنظار القوات الأمريكية، ومعروف من هو الذي عمل على تفكيك هذا المصنع المصفى وسرقته وتوجيهه إلى إيران. ليس هذا فقط، وإنما المكتبات العلمية، الكليات، البنايات العلمية، تفريغ العراق من كل شيء. خلال 3 سنوات ما بين 2003-2006 تحول العراق من بلد، طبعا 10 سنوات الحصار لعب الدور، 12 سنة لعب الدور في إضعاف الكثير من القطاعات، ولكن 3 سنوات دمروا كل شيء. الشيء الأساسي اللي لا زال يقوم بعملية التخريب هو وجود هذه الأحزاب الفاشلة، هذه الأحزاب الفاسدة، هذه الأحزاب اللي ولائها ليس إلى العراق، سواء كان ولائها إلى إيران وهم يشكلون الأغلبية، أو ولائها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهم يشكلون أمريكا وبريطانيا. أمريكا وبريطانيا ضربوا مجلس الأمن ومقرراته عرض الحائط، وقاموا بتدمير، باحتلال وتدمير العراق رغما عن أنف مجلس الأمن والأمم المتحدة وإلى آخره. ولكن هل هذا الأمر يلغي المسؤولية الأممية عما يجري في العراق من ضياع لحقوق الإنسان، من عمليات اعتقال وتعذيب وتغييب وقتل إلى الآن مستمرة؟
للأسف للأسف القوة العظمى يعني أو ما لا نستطيع أن نقول القوة العظمى لأنهم ليسوا عظيمين. القوة المسيطرة على مجلس الأمن أو على الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سيطرتها وتعمل ما تريد، وأمام مجلس الأمن إذا يمتلك الصوت البريطاني أو الصوت الأمريكي الفيتو لا يستطيع أي لا أصل المندوب الصيني ولا المندوب الروسي إذا ما أراد أن يتوجه من أجل اتخاذ قرار لإيقاف هذه الفوضى في العراق. ستتصدى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الفيتو وتتصدى بريطانيا كذلك، ولذلك 20 عام ولا زالت الجرائم ترتكب بحق العراقيين المهجرين النازحين السجناء، سجناء من عام 2004 ولحد الآن دون تقديم على مسألة المخبر السري. من هو المخبر السري؟ أحدهم اعترف قبل أيام على الواتساب أنه هو كان أسبوعيا يدفع يرفع ما بين 300 إلى 600 اسم تحت اسم المخبر السري يتم الإلقاء القبض عليهم، وهم من مكون معروف وأقولها بالعربي الفصيح من المكون السني، ولا زالوا أغلبهم في سجون التاجي والناصرية وسجن المطار دون محاكمة ويتعرضون إلى الإبادة والتعذيب وإلى نسمع وفاة فلان ووفاة فلان، وشاهدنا أغلب المسؤولين والقادة العسكريين انتقلوا إلى رحمة الله وهم في داخل السجون. إذن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعالم بأسره يرى وينظر ويسمع ما يجري من جرائم وما ترتكبه إيران وميليشياتها من جرائم داخل العراق، ولكن للأسف الحل الوحيد هو المقاومة. المقاومة العراقية إذا ما والانتفاضة انتفاضة تشرين في فترة من الفترات لو استطاعت أن تحقق التقدم والتطور والانتقال إلى المرحلة الأخرى لأسقطت هذا النظام، وبدون إسقاط هذا النظام لا يمكن أن يعود العراق إلى وضع الطبيعي. أستاذ يحيى السنبل، بالعودة إليكم مرة أخرى، بالتأكيد لكل مشكلة هناك حل، ولكن ما جرى في العراق ليس بمشكلة وإنما كارثة عظيمة. الكثير من التقارير وصفت هذه الكارثة بأنها أفظع بكثير من كارثة هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية عام 45. يعني حتى أن ما جرى في العراق عندما تتحدث منظمات حقوقية عن 1 مليون مفقود عراقي إلى الآن لا يعرف مصيره، عن مغيبين، عن مهجرين، عن نازحين، عن مهاجرين خارج العراق. رغم ذلك هناك دعوات حكومية الآن تدعو العراقيين للعودة إلى العراق مرة أخرى. ترى العراقيون الآن ينظرون إلى عراقهم وهو تحت المقص الأمريكي إن صح التعبير، وتحت المطرقة الإيرانية والسندان الأمريكي بأدوات معروفة، والدليل هو عمليات تهريب العملة، عمليات التخريب الاقتصادي، عمليات النهب المتواصل، الفساد، والحكومات متصفة بأنها حاملة صفة الفساد مثل ما يسميها العراقيون. يا ترى هذا الأمر أستاذ يحيى السنبل في حال لو استمر، ماذا يحمل في جعبته للأجيال العراقية المقتولة بالأساس بقنابل اليورانيوم المنظب وبالسرطانات وبالأوبئة التي لم نسمع بها حتى الآن؟ أخي الكريم، أحد الجواسيس أو العملاء للاحتلال قال بعظمة لسانه وأمام العالم وعلى القنوات الفضائية، قال: جئنا لنهدم البلاد، لم نأتي لنبني. لذلك فعملية الهدم والتدمير أوصلت الآن المواطن العراقي الذي كان يعيش في وقت ما على البطاقة التموينية من 22 مادة، وكانت دراسة أبنائه في المدارس الابتدائية والجامعات مجانا، وكانت علاجه في الصحة وفي المستشفيات مجانا. هذا كله ما كان يشعر به قبل 2003، ولكن الآن بدأ يشعر به
فما يعطى حتى راتب مليون دينار أو مليون ونص أو مليونين لا تكفيه بمجرد دخوله إلى مستشفى. إذا تمرض طفله أو زوجته أو تمرض هو لا يستطيع مقاومة ما يجري. هذا الواقع. الشيء الآخر أنه هذه المنظومة السياسية قد رهنت كل مقدرات البلاد لقوى خارجية وللبنك الدولي، وبدأ يفرض عليها أسعار للسمنت وأسعار للوقود وأسعار للحاجات الأخرى العراقية، في وقت كان سعر لتر الوقود للسيارة لا يتجاوز 50 دينار، الآن 450 دينار في بغداد، وهناك نوعية أخرى في 650 دينار. لذلك عملية التدمير هذه عملية ممنهجة. أما دعوة الناس للعودة فهو الدعوة إلى العيش في حالة مزرية جدا. فكل التقارير تشير إلى أن بغداد هي ثالث مدينة مع العراق كثالث دولة لا يمكن العيش بها، ولا يمكن أن تأمن لا على نفسك ولا على مالك ولا على أهلك. لذلك فهذه الدعوات هي دعوات بائسة، ومن أجل التغطية على ما يجري من عمليات إجرام وتغييب. ما جرى من عمليات قتل وتغييب وتهجير ونازحين كله وفق مباركة أمريكية وتحت مرأة ما تسمى الأمم المتحدة، الذي قلنا ما هي إلا مكتب حقير وصغير تابع للإدارة الأمريكية ينفذ لها ما تريد ويبرر كل الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين. لذلك لم نرى من هذا المكتب أي موقف مشرف تجاه ما جرى على العراقيين من جرائم. لذلك هي تقف دائما إلى جانب الفساد وتتهم بأنها تستلم الرشا من هؤلاء الأحزاب لتقديم تقارير كاذبة لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة أو للعالم. إنما يجري في العراق هو كارثة، وسوف تعاني منه الأجيال القادمة مثل ما نعاني منه اليوم. الآن 4 ملايين هم مهجرين سواء خارج العراق أو داخل مخيمات النزوح، إضافة إلى هناك مليون مغيب، إضافة إلى أكثر من مليون ونصف شهيد، وما زالوا هؤلاء لا يخجلون ولا يستحون لا من الله ولا من أنفسهم ولا من الشعب، ويتحدثون بالإصلاحات ويتحدثون بعودة الاستقرار ويتحدثون بالأمن. وهناك أنظمة أيضا بدأت تتحدث عن فرض حالة من الأمن والاستقرار في العراق على حساب هؤلاء المهجرين وعلى حساب هذه الدماء وعلى حساب سرقة ثروات العراق وتجييرها إلى جهات خارجية. الكارثة الكبرى، نعم، إن في العراق من قتل وما دمر من مصانع ومزارع، وتم تصحير هذا البلد وجعله ضيعة إيرانية وسوق استهلاكية لكل المنتجات الفاسدة في إيران. هو كان وفق منهج مخطط ومرسوم له وموافق عليه إقليميا ودوليا، حتى لا نظلم أحد. إيران دخلت بمباركة إقليمية ودولية، وهناك أنظمة حاقدة دفعت إيران لعم لارتكاب كل الجرائم وترتكب الجرائم باسم إيران أيضا، هذه الأنظمة الحاقدة. لذلك يجب أن يفهم المواطن العراقي ما يجري الآن في العراق. أمريكا الآن تقاوم عدم خروج أي أقطاب أخرى لأنها تخاف من ساعة الحساب. لذلك عندما جعلت من أوكرانيا دولة مهددة للأمن القومي الروسي، وبدأت روسيا يزداد الضغط عليها، الآن بدأت يخرج تقارير منها بأن هناك 300 طن من اليورانيوم المنظم قد استخدم في قتل المدنيين العراقيين وفي إبادة العراقيين. لا يخفي ما قامت به روسيا من جرائم في سوريا، جرائم مروعة ربما تفوق بكثير جرائم أمريكا.
ضد المواطنين السوريين. أنا أريد أن أعرج إلى نقطة أن أمريكا الآن تقاوم عدم ظهور أقطاب أخرى منافسة لها بالقوة وبالحجم وبالنفوذ، لذلك هي تقف الآن بوجه الصين وتقف بوجه روسيا وتقف بوجه جهات أخرى لربما يمكن أن يستفيد من الوضع المقبل للخروج كأقطاب أخرى. نعم، أما ما ارتكب من جرائم في العراق وسوريا واليمن وليبيا يندأ له الجبين، وكله وفق منهج مخطط لاستهداف الأمة والاستهداف مكامن قوتها. لذلك أمريكا اليوم تخشى من خروج أقطاب لربما ستأتي بها إلى المحكمة أو الجنائية الدولية لتقول لها قد ارتكبت هذه الجرائم في العراق على وفق تقارير كاذبة ومزورة وبدون تفويض دولي، هي وبريطانيا ومن تحالف معها، وهناك أيضا أنظمة أخرى منها من يوم الحساب هذا، لذلك هي تدعم كل الأنظمة الفاسدة وتعمد على إبقاء الفوضى والفساد وسيطرة هؤلاء الفاسدين على مقدرات الأمور في العراق، وتحاول إجهاض أي محاولة شعبية للخروج من هذا المستنقع الذي وضعه أو جعله الأمريكان لتدمير العراق ولتدمير قدرات العراق وللقضاء على إرادة شعبه أو كسر شوكة شعبه في مواجهة ما يجري من عمليات فساد وفوضى وسلاح منفلت وتخريب. نعم، شكرا أستاذ يحيى السنبل. بلا شك أن أثار الاحتلال دكتور فاروق فتيان الراوي، أثار هذه الاحتلال الدمار، الكوارث، القتل، التغييب، التهجير إلى آخره، ربما لن تقف عند حدود العراق، وهذا أيضا يفسر ما جرى في المنطقة من فوضى خلاقة تم التخطيط لها. دكتور، الآن ما هي الحلول أمام العراقيين لوضع حد لهذه الآثار التي تهدد حياتهم وتهدد أجيالهم؟ مع الأسف الوضع صعب جدا جدا. استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت إيران أن تفرض خلال 20 سنة الماضية وضع مزري للعراق من خلال تغييب القوى الفاعلة، من خلال تهجير أكثر من 4 ملايين شخص، من خلال قمع كل قوى المناهضة لهذه الاحتلال الأمريكي أو الاحتلال الإيراني. شاهدنا ما حصل في انتفاضة تشرين، العمل استمر لأشهر معدودة ولكن تعرض خلال أيام إلى أعطوا أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 35,000 جريح. فإذا كما طرح شعار في نهاية الستينات بعد حرب 67 وهزيمة حزيران، ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. فأنا أعتقد إذا لم تكن هناك قوة فاعلة تعمل على مناهضة الأحزاب السياسية العميلة والقوى الاحتلال الإيراني والأمريكي، لن نستطيع أن نرى تقدم من خلال القوانين المفروضة أو من خلال هذه القوى الحاكمة الموجودة في العراق واللي هي تآمرت على العراق ولا زالت تتآمر. إذن الشيء الفاعل هو نهضة الشباب وقوة الشباب واستخدام القوة من أجل مواجهة هذا الغول. أعتقد أنه غول استطاع خلال 20 عام أن يتغلغل في أغلب مدن العراق مع شديد الأسف. شكرا جزيلا دكتور فاروق فتيان الراوي، الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق، ضيفي عبر سكايب. أهلا وسهلا. وشكرا جزيلا أيضا للأستاذ يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب. أهلا وسهلا. شكرا لضيوفي الكرام، وفي الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.